في تفاصيل اكتر ومتابعه بشكل مباشر لتدريب فريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. زميلي العزيز كريم احمد متواجد حاليا في ملعب التتش معانا على الهاتف، نطمن منه عن حاله الفريق، هل التمرين انتهى؟ هناك اعلان للقائمه الرئيسيه لمباراه دجله، كل هذه التفاصيل هتكون مع زميلي العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي محمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. بالفعل محمد يعني لسه التمرين ما انتهاش، حتى هذه اللحظه التمرين بيفنش بكرات ثابته من مستر ريني فايلر اللي كان مصر النهارده يكون فيه فقرات تدريبيه متنوعه ويكون فيه فصل لمجموعه ومجموعه اخرى. انت عارف محمد طبعا كعاده التدريبات بتبدا بمحاضره فنيه، يمكن انت ذكرتها محاضرات الفيديو اللي اكد عليها مستر ريني فايلر، واكد على نقطتين مهمين جدا وهو التماسك في خط الظهر في اللحظات الاخيره. يعني الراجل كان بيتكلم مع شرح طبعا الدكتور عمرو محب، نبه بشكل كبير جدا على خط الدفاع لابد نكون متمسكين لاخر ثانيه في المباراه، وادى مثال كمان على المباراتين الاخيرتين طبعا مباراه الهلال ومباراه تليفونات بني سويف. لكن النهارده التدريب كان فيه جرعات تدريبيه قويه جدا، تغلبوا التكتيك او يمكن نقول التكتيك كان واخد حيز كبير جدا من التدريب النهارده. نقدر نقول ما فيش تقسيمه اتعملت بشكل كبير على قد ما هي كانت كلها كرات بيقف عليها مستر ريني فايلر ناحيه اليمين ناحيه الشمال في منتصف الملعب، تعليمات لخط الهجوم. مش قادرين يا محمد طبعا يعني حفاظا على السريه الخاصه بالتشكيل، احنا شايفين طبعا معالم التشكيل لكن حفاظا على السريه الخاصه بالتشكيل الخاص بالنادي الاهلي. انت عارف بيكون في غلق للتدريب بالنسبه للصحفيين، لكن في تشكيل ان شاء الله يكون موفق لمستر ريني فايلر. النهارده كان مركز مع مجموعه ومجموعه اخرى، المجموعه الاخرى كانت مع توماس طبعا مخطط الاحمال وديفيد سيزا المدرب لفريق النادي الاهلي، ومجموعه كانت مع مستر ريني فايلر. كمان التركيز محمد كان على الكرات الثابته من على الاطراف. النهارده بنشوف مجدي قفشه هيبقى متخصص في الرميات الركلات الحره وايضا كمان الضربات الركنيه. من ناحيه اليمين شفنا محمد هاني، محمود وحيد ايضا كمان شارك، والكرات الثابته اللي شارك فيها رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد هاني، وليد سليمان. وليد النهارده كان متالق بشكل كبير جدا، احرز اكثر من هدف رمضان صبحي، يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق، ربنا يبعد عنه الاصابات، في فورمه كبيره جدا. والنهارده كانت تحيه كبيره من مستر ريني فايلر على اداء رمضان صبحي وجهده الكبير في الملعب. ان شاء الله محمد تكون توليفه مميزه وتوليفه جيده في مباراه الغد، مباراه دجله. ما نقدرش نبص لها للترتيب، ما نقدرش نبص لها لارقام، على قد ما نقدر نبص لها ان كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بغض النظر عن ترتيبها بتكون مباراه بطوله ومباراه كاس، فمحتاجه تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني. وان شاء الله نكون موفقين يا محمد باذن الله في مباراه الغد، مباراه دجله اللي هتكون على استاد الثلاثه. طيب على هامش التدريب يا كريم، هل كان في جلسات خاصه؟ فايلر دايما بيعتمد على الوقوف مع عدد من اللعيبه، جلسات شخصيه مع لعيبه اخرين في التوقيت الحالي، هل النهارده كان في بعض هذه الجلسات؟ لان ده حصل في فترات سابقه، مره مع رمضان صبحي، مره مع ياسر ابراهيم، وده شيء ايجابي، حتى الجمهور والاعلام بشكل عام بيهتم جدا بالتفاصيل الصغيره دي، وده ان ده اللي بيدل على الجهاز الفني حريص دايما على التفاصيل الصغيره اللي بتبقى مهمه جدا في المباريات او جاهزيه اللعيبه لعدد من المباريات. بالتاكيد يا محمد يمكن نقطه مهمه جدا انت بتتكلم فيها، والحقيقه بنشيد بدور مستر فايلر في الجانب النفسي، والحقيقه يمكن يقوم بدور كبير جدا. يعني طبعا انت عارف واكد قبل كده قال ان ممكن اللعيب بيكون زعلان ان هو ما بيشاركش في المباريات، ان هو ما بيشاركش في المباريات بشكل عام، لكن الراجل بيقوم بدور كبير جدا، بيقابل اللعيبه، بيتكلم فترات طويله جدا. يعني النهارده على سبيل المثال اكثر من 15 دقيقه مع حسام عاشور في منتصف الملعب كان بيتكلم معاه. طبعا احنا بعيد شويه عن الملعب، لكن كان في جلسه مطوله بينه وبين الكابتن حسام عاشور، وسبقها كان ياسر ابراهيم، قبليها كان رمضان، قبليها كان ديانج جيرالدو. الراجل بيحاول ان هو يقف مع اللعيبه كلها، يشرح وجهه النظر، بيتكلم على المتطلبات الخاصه للمباريات القادمه. انت عارف يا محمد مباراه الكاس بيبقى ليها حسابات خاصه فنيا وايضا باللاعبين، المباراه الافريقيه بيبقى ليها حسابات، مباراه الدوري. فالحم يعني الحقيقه يمكن الراجل بيحاول ان هو يوزع الجهد على اللعيبه بالكامل، لكن هو عنده طبعا يعني اعمده اساسيه وعنده حاجه في دماغه طبعا بالنسبه لعدد من اللاعبين. التغييرات بتبقى في اضيق الحدود، لكن الراجل بيحاول ان هو يهيئ اللعيبه نفسيا بشكل كبير فنيا، يخليهم كلهم متاهبين ان اي واحد هيشارك في اي وقت، ودي الحاجه المميزه والمطمئنه جدا واللي بيستوعبها لعيبه النادي الاهلي، يعني بيستوعبها بشكل كبير جدا كل اللعيبه. الكل عارف ان المرحله اللي جايه مرحله مهمه فيها ضغط مباريات كبير جدا والكل هيشارك، لكن يعني ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول يعني الفترة اللي جاية بنتمنى كل اللعيبة تكون في حالة تركيز شديدة جدا، اللي يلعب يلعب، اللي ما يلعبش ما يلعبش، مفيش حاجة اسمها أساسي واحتياطي في فريق النادي الأهلي، الكل جامد. احنا عندنا يعني كوكبة من اللعيبة وعندنا جهاز فني على أعلى مستوى، إن شاء الله بإذن الله نوصل مرحلة مرحلة من المباريات، سواء في بطولة الدوري، في البطولة الأفريقية، سواء في بطولة كأس مصر،
النقطه الاخيره عمل كمان وهو المصابين. يعني النهارده عايز اطمنك على علي معلول. علي معلول النهارده شفناه بيجري حوالين الملعب ان شاء الله باذن الله بعد مباراه دجله يبدا يشارك تدريجيا. يعني في ناس بتقول بعض الاخبار ان هو يكون جاهز بنسبه كبيره على مباراه الحرس، لكن من الشكل العام ان في تاني بشكل كبير جدا على علي معلول ان هو يكون سليم 100%. ممكن يكون متواجد في حرس الحدود وممكن يكون في المباراه اللي هتعقبها مباراه الاسماعيلي. هو هيكون في التدريبات الجماعيه عقب مباراه دجله، لكن الدفع بيه في المباريات بقى دي رؤيه فنيه تتوقف على اختيارات ريني فايلر في الفتره الجايه. بالتاكيد يا محمد، يعني بالتاكيد طبعا الرؤيه تكون فنيه، لكن بدنيا وطبيا نقدر نقول ان علي خلاص في المرحله الاخيره من الشفاء ان يكون مشارك مع فريق النادي الاهلي. محمود متولي ان شاء الله باذن الله يعني من اسبوعين او اقل من اسبوعين ان شاء الله يبدا تدريجيا مع التدريبات الجماعيه. كريم ندي يمكن انت اتكلمت عليه، يعني الحمد لله خلاص الايام بتعدي وفي ايام بسيطه جدا وتكتمل صفوف النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيكتمل صفوفه يعني بيصدر رعب كبير جدا لكل المنافسين وكل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي سواء في بطوله افريقيه او في بطوله الدوري. فان شاء الله باذن الله متفائلين خير، وثقتنا كبيره في كل اللاعبين وثقتنا كبيره في الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله سواء مباراه الغد او المباراه القادمه للنادي الاهلي تكون فرحه لكل الجمهور، لان الجمهور انت عارف محمد منتظر الفرحه ومنتظر البطولات ومنتظر ان هو يرجع ثاني لبطوله كاس العالم للانديه، الحلم الكبير ان شاء الله لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يا كريم، احنا جاهزين معاك في اي وقت، اول ما التمرين ينتهي والقائمه تعلن بشكل رسمي باذن الله تبعتها لنا، وان شاء الله نعلن القائمه لكل المشاهدين.